بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمر الانطلاقات والفعاليات من هنا من على أرضية ميدان البصير، ومع رابع انطلاقات هذا الصباح شوط مخصص لفئة الجذاع القعدان من المسافة المقررة لهذه الفئة وهي 4 كيلومترات. نسير مباشرة مع المركز الأول ومع البداية، حيث ينطلق الفايز بشعار السيد فهد بن علي بن عبد الله المهندي، يتقدم مع الفايز على المركز الأول. ننتقل إلى المركز الثاني، نشوف اللي على المركز الثاني. يصل براق بشعار السيد سعيد بن حمد أبو سندية، يتقدم مع براق على صعيد المركز الثاني، بينما المركز الثالث والانطلاقة من ثالث المراكز من قبل شنار لراشد بن شفيع بن راشد الفهيدي، يتقدم مع شنار على مستوى المركز الثالث، بينما الانطلاقة من هناك من الجانب الأيمن والاندفاع من قبل هذا الشعار يبدو لي أن الشعار البريدي. لحظات لنتعرف على رقمه، صاحب المركز الرابع المتقدم من بين هذه الأسماء، واللي هو إذن مزاحم يبدو لي للسيد فهد بن سعيد بن جار الله البريدي، مع مزاحم على المركز الثاني. المركز الخامس نشوف، نتابع اللي على المركز الخامس أيضا من هناك من الجانب الأيمن، ولا هذا شعارك العاض يتسلل من بين المراكز متجاوزا إلى المركز الثاني اللي هو منذر لعلي بن حمد بن جابر العاض. هذه مستمعين الكرام الخمسة المراكز الأولى ذعناها في ندائنا الأول، لنعود من بعد ونتحول إلى شعار المحلل الفني لقنوات الريان الفضائية. يتقدم فهد بن علي المهندي على أيضا المركز الأول وعلى كل المشاركين، يحمل لواء واسم الفايز على البداية وعلى الصدارة. المركز الثاني شعارك العاض قادم لا محالة على ظهر منذر، يرفع راية الإنذار مع تحديات علي بن حمد بن جابر العاض. والمركز الثالث، المركز الثالث شوف شعار بن طريبيل يتقدم الأسماء، يتسلل مباشرة إلى المركز الثالث، ومن الثالث إلى الثاني، وفي طريقه إلى المقدمة وإلى الصدارة مع اندفاع أيضا المتقدم في هذه اللحظات شاهين للسيد علي بن محمد بن ناصر آل الطريبيل. المركز الرابع شنار على المركز الرابع، يتقدم على المركز الرابع بشعار السيد راشد بن شفيع الفهيدي، وهناك أيضا أحد الأسماء المنطلقة اللي هو لفان لجار الله بن حمد بن علي البريدي، ولكن دخول أيضا من قبل الواصل نجد محمد بن مبارك من شاهين المريخي، وأيضا شعار الصيري من يصل وينطلق على ظهري جلمود للبراق بن راشد بن مبارك آل أبو سعيد الخيارين. هذه مستمعين الكرام الخمسة نجوم في ندائنا الثاني، والعودة إلى حيث ما تكون البداية والصدارة مع شعار بن طريبيل مع شعار علي بن محمد بن ناصر آل طريبيل. يتقدم كل المشاركين في هذا الشوط مع اندفاع شاهين. طار شاهين بالمركز الأول، لكن دير بالك من القادم منذر على المركز الثاني، أراه يترصد لتحرك شاهين. ها هو ينطلق علي بن حمد بن جابر العاض المري، يتقدم مع منذر، بينما المركز الثالث القادم شعار الصيرمي مع اندفاعة جلمود للبراق بن راشد بن مبارك آل أبو سعيد الخيارين. رابعا يصل وينطلق شعار بن مسعود في أول نداء الوعب حمد بن سالم بن محمد بن مسعود، وخامسا شنار يصل الآن، ينطلق راشد بن شفيع بن راشد الفهيدي مع المركز الخامس أيضا بن مسعود، يتقدم باسم آخر مع دفاعة صوغان فهد بن سالم بن محمد بن مسعود. وهذه مستمعين الكرام اللحظات الأخيرة التي تفصلنا عن خط النهاية مع افتتاحية الكيلو والميتين متر الأخيرة على نقطة الصفر، والبداية هناك مع اندفاع شاهين علي بن محمد بن ناصر آل طريبيل. في المتابعة الوالد خبير المضمرين
محمد بن ناصر بن طريبيلي يتابع هذا الاسم في هذا الشوط مع دخولنا في أجواء المتعة، أجواء الإثارة، أجواء السرعة والتحديات. الكيلومتر الأخير مع اندفاع شاهين، ثانيا منذر، منذر يتحرك، شنار أيضا يتقدم بشعار راشد بن شفيع الفهيدي، ينطلق الآن، ينطلق شنار صاحب نقطة في السباق المحلي الأول يبحث عن تسجيل النقطة الثانية. شنار اللي على المركز الثاني، بن طريبيل على الصدارة، العاض لا زالت أعصابه باردة في المركز الثالث، لم يصدر التعليمات العاض مع اندفاع منذر. المركز الرابع بن مسعود، والخامس أيضا شعار الوعب مع اندفاعة بن مسعود. صوغان، صوغان والوعب، والبداية، البداية مع شاهين. بن طريبيل، بن طريبيل خبير المضمرين، 500 متر والسلامات تذهب لشعارك بن طريبيل. إن لم يكن للعاض كلام آخر يتحرك منذر، ينطلق الآن، ينطلق منذر بشعار السيد صالح بن حمد العاض، ينطلق مع المركز الثاني مع اندفاعة منذر. علي بن حمد بن جابر العاض مع منذر على المركز الثاني، شاهين على البداية، منذر قادم، شنار يعود مرة أخرى في صلب المعركة، ولكن بن طريبيل، بن طريبيل خبير المضمرين، ولا منذر العاض، منذر العاض، شاهين بن طريبيل، الصدارة وين؟ الناموس وين؟ ولكن يبدو أن حسمها، حسمها بن طريبيل مع هذا الشوط. أيضا بن ذروة قادم، بن ذروة قادم مع مزاحم، 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 البداية وين؟ ولكن الصدارة كانت مع بن طريبيل مع اندفاعة شاهين لعلي بن محمد بن ناصر. آل طريبيل صمد حتى الرمق الأخير. المركز الثاني اللي ما قصر مزاحم لسيد فهد بن سعيد بن جار الله بن ذروة. المركز الثالث، المركز الثالث منذر لعلي بن حمد بن جابر العاض. رابعاً